السلام عليكم، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم فيديو جديد اللي هو عباره عن غراتان بالمعجنات والدجاج، وكيجي رائع وجديد. كنتمنى تجربوه هنا الاعجاب ديالكم. اول حاجه غادي نحتاجوا الماء مغلي او الماء غليان باش نسلقوا فيه هذوك المعجنات ديالنا. كنوضعوا فيه الملح وورق الرند والثوم باش نسمو المعجنات ديالنا. صافي كنرميو المعجنات النوع اللي حبيتو اللي بغيتو، 300 غرام بالضبط انا استعملت. كنسلقوها وتبقى شاده في راسها كيف ما كتشوفوا، خليتها تسقطر. وغادي نوجد الحشوه ديالي في مقلاه. كنوضعوا زيت الزيتون كنوضعوا فيه الثوم محكوك، بصله هنا كيف ما كتشوفوا مشلطه، وفلفل الالوان الاحمر والاخضر مقطع شرائح طويله. غادي نحركهم واحد شويه يندمجوا مع بعضياتهم، ثم ضفت الملح نستمروا في التحريك. غادي نضيف قطع الدجاج شرائح، هنا استعملت 300 غرام ديال شرائح الدجاج. كنشحرهم مزيان. من بعد ما تشحروا لينا شويه ودبالة البصله، غادي نبدا نضيف التوابل اللي عندي، اللي هي هنا زعتر محكوك ملعقة، نضيف معلقة صغيرة زنجبيل، معلقة صغيرة فلفل أسود أو ليفزار، ملعقة كبيرة من فلفل أحمر أو التحميرة. غادي نضيف ملعقة كبيرة من مركز الطماطم و 200 غرام ديال صلصة الطماطم. ممكن تحضروها في البيت أو لا تشريوها واجدة اللي بغيتو، من الأحسن في البيت اللي كتجي لذيذة بزاف. كنحركو كنستمرو في التحريك حتى كطيب لينا وتعلق هذيك الصلصة، كنحصلو عليها. هذا هو الصلصة اللي كنحتاجو. دابا غادي ندوزو نوجدو صلصة البيشاميل حتى هي غادي نحتاجوها في الوصفة. عندي هنا في كاسرولة 60 غرام ديال الزبدة، غادي نذوبها. ضفت عليها 60 غرام ديال الدقيق الأبيض وكنحركو مزيان. هنا من الأحسن تستعملو المضرب اليدوي باش ما يتكورش ليكم وتحكموا فيها. كنحرك مزيان. ثم عندي هنا 500 مليلتر ديال الحليب دافي، يكون دافي. كنبدا نضيف فيه بشويه بشويه كيف ما غادي تشوفوا، كنبقى نضيف بشويه بشويه حتى نكمل الكميه اللي عندي. هنا غادي نستعمل مضرب يدوي باش نتحكم فيها اكثر في الكريمه. نستمروا في التحريك جيدا حتى نحصلوا على كريمه عاقده. كيف ما كتشوفوا غادي نضيف هنا الملح، وغادي نضيف القليل من الفلفل الاسود، واللي بغى يضيف الجوزه ممكن يضيفها محكوكه، انا ما ضفتهاش. صافي غنستمر في التحريك وها الكريمه ديال البيشاميل واجده.
هنا صافي طفيت النار، هذه الكريمه اللي غادي نحتاج. غادي ناخذ لي بات اللي سلقنا او المعجنات اللي سلقنا، من بعد ما صفيناهم وبردوا كنضيفهم على الحشوه اللي وجدنا ديال الدجاج والفلفل والبصل، وغادي نضيف عليهم صلصه البيشاميل كيف ما كتشوفوا. صافي، وغادي نحركهم مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم. من بعد ما حركتهم مزيان غادي ناخذ واحد الصحن اللي كيدخل الفرن، زجاج او لا اي حاجه كتدخل الفرن، ونوضع فيها هذا الخليط اللي وجدنا ديال المعجنات مع الصلصات. غادي نضيف الفرماج محكوك، هنا استعملت الموتزاريلا، واستعملت جبن اخر، فرماج حمر حتى هو محكوك، انا استعملت في المجموع 160 غرام بيناتهم. وغندخلهم دابا الفرن يطيبوا مده 30 دقيقه على درجه حراره 200 درجه من الفوق ومن التحت كيف ما كتشوفوا، غير يبدا يتحمر ليا ويغلى ونحطو. صافي، هذا هو الشكل ديالو النهائي، كيجي لذيذ، المذاق ديال الصلصات بجوج مواتي مع بعضياتو. كنتمنى يعجبكم، وما تنساوش البارطاج وكذلك الاشتراك الى شفتو الفيديو باقي ما اشتركتوش، وتركوا لنا التعليقات ديالكم واللايك، وشكرا على المشاهده.